المرض النفسي عمره ما كان حاجة عيب. ناس كتير جدا بيجيلها أمراض نفسية وهي أصلا ما تعرفش حاجة، مثلا زي الاكتئاب بيجيلنا كتير. عموما كتير منا بيبقى عنده اكتئاب أصلا وهو ما يعرفش. طبيعي الطب النفسي النهاردة غير ما كنا فاكرين زمان قوي. النهاردة أكيد الشخص لما بيحس إنه في حاجة أو خلل في نفسه أكيد بيسارع لأي دكتور طب نفسي يعالج جسمه، ما فيهاش أي إحراج، لأن دي مرض زي أي مرض. هي مش حكاية إن هو يتعالج نفسيا أو لا، هو أهم حاجة إن هو يكتشف فعلا إن هو عنده مرض نفسي. هي ديت أصعب حاجة، لأن غالبية الناس اللي عندهم الأمراض النفسية هو مش مقتنع إنه مريض نفسي، وهو ده السبب اللي ما بيخلوش يروح للطبيب النفسي. لأن المفروض أي واحد عنده مرض نفسي دي حاجة مش عيب، ده بالعكس المفروض إن هو يروح يعالج نفسه عشان يقدر يكمل حياته بعد كده. لكن لو سكت على نفسه ممكن ده بعد كده يؤدي إلى عواقب وخيمة، وبالتالي لا لا لازم يروح لدكتور نفسي. لا أنا بالنسبة لي مش هخجل، بس هو نظرة المجتمع لي أو للفرد نفسه ده بتبقى حاجة نبع من جوه، إنه هو بيقرر مثلا أنا عندي مشكلة حلها فين أو علاجها إيه أو المشكلة سببها. لازم المريض النفسي بالذات بالنسبة لمجتمعنا عموما الناس بتبص له بصرة نظرة ده حد مش مرغوب فيه، حد مش سوي، حد مش متزن، فهو يسيبه من الناس دي خالص ويرجع يشتغل على نفسه. أنا إيه المشكلة اللي وصلتني لكده وأبدأ أدور على علاجها، وفي عندنا في مصر دكاترة متميزين في الموضوع ده ويقدروا يوصلوا بيه لبر الأمان. ده طبيعي، احنا كل اي واحد معرض في الدنيا ان هو يتعرض لمرض نفسي ده طبيعي يعني. لكن العيب الخطا اللي عندنا ان احنا نقول ان ده مجنون، ده دي غلط. هو طبعا انا مش هتكسف لان دي الحاجه العالميه والصحيحه المفروض اي حد يعملها لو هو مثلا حاسس ان هو عنده مرض نفسي او عنده اكتئاب او هو مش مرتاح نفسيا. انما للناس اللي بيقولوا مثلا ان اي حد بيروح للدكتور النفسي بيقولوا عليه مجنون، دي طبعا حاجه مش علميه خالص، لان المجنون ده بيبقى عنده اضطرابات عقليه، مش مستوعب للحاجات اللي هو بيعملها، بيعمل حاجات مش قاصد ان هو يعملها. انما الاضطراب النفسي ده يبقى حاجه مثلا نتيجه عن ضغوط مشاكل كده، بيبقى اغلبيتها كده يعني. انا عديت بمرحله تعتبر حاجه شبيهه بكده. الناس بيبصوا للطفل او الشخص اللي هو عنده حاجه نفسيه، بصي مش شرط ان المريض النفسي يبقى متخلف، لا بيبقى فيه تعب مثلا، ضغوط نفسيه، ضغوط حياتيه، في مشاكل، في طفل مثلا هايبر اكتيف، بيبقى فيه حاجات كتيره جدا بنعدي بيها خارج نقطه التخلف العقلي، بس المجتمع بيبص لها نظره فاشله جدا جدا. لا هو المفروض الناس تتقبل كل واحد على حسب شخصيته وعلى حسب مرضه وعلى حسب كل حاجه عنده، عشان مثلا هم برضو ممكن يبقى عندهم حاجه زي كده ويمروا بنفس الفتره، والناس تعملهم بنفس المعامله اللي كانوا بيعملوا بيها حد تاني. على طول الناس بتشوف ان المرض النفسي حاجه وحشه او انها حاجه يعني عيب، مع انها مش حاجه وحشه خالص، بس انها حاجه طبيعيه، وان اي حد عنده يعني مرض نفسي زي المرض الجسدي، وانك انت يكون عندك مرض نفسي حاجه اصلا ممكن انك تكون عندك او ممكن كل الناس تكون عندها بنسبه كبيره قوي، بس انت ممكن ما تكونش عارف كده.